الخلق. يا أكرم الخلق ما سواك عند حلول الحادث العميم، ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تحلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجانا غير منعكس لديك، واجعل حسابنا غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهى. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ما رنحت عذبا ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى واستر لنا ما بقى، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي خاتم. أبياتها قد آتت 60 مع 100
فرج بها كربانا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 احفظ بها مصرانا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 احفظ بها شمالا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 اقبل بها زيارتنا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 قوي بها شيخانا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 اشفي بها مرضانا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 ارحم بها موتانا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 انصر بها ديننا يا واسع الكرام. أبياتها قد أتت 60 مع 100 أحسن بها ختمانا يا واسع الكرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.